بعد نحو 3 أشهر من الإضراب، انتظر عدد من طلاب المدارس الرسمية أساتذتهم من النوافذ، ولم يأتي منهم إلا القليل. فالروابط النقابية أعلنت انتهاء الإضراب الذي بدأ قبل نهاية العام الماضي، لكن قرارها ألزم المدرسين فرادى وليس جماعات، إذ اختار كثيرون التحرك أمام وزارة التربية بخلاف قرار الروابط التعليمية التي يقولون إنها تتبع للأحزاب السياسية. الأحزاب اللي ماسك البلد وأكثر شيء الثنائي الشيعي هو اللي عم يضغط على المدراء، وما أدراك ما أحزاب بتتبعه أيضا بتمكنه أكثر، عم بتلفنوا في قالوا للمدير فوت مدرسينك. لم ترضي جهود الحكومة الأساتذة الذين تآكلت رواتبهم إلى مستويات لا تكفي لتأمين لقمة العيش لهم ولعائلاتهم، وهم يتقاضون بالليرة اللبنانية التي تواصل انهيارها بشكل مستمر. نحن بيقولوا عطونا 3 معاشات، شو يعني 9 مليون؟ نحن صيرفة من 38 ل 45 وشهر الجاي 70,000، صار معاشي 120 دولار. ليش السوبر ماركت فينا نشتري منه أغراض نحن؟ ولا نحن أولادنا ممنوع ياكلوا وهن أولادهم بياكلوا وبيسافروا. مطالب المعلمين مقارنة مع مقاربة السلطات الحاكمة وقدراتها تنذر بأن التعليم الحكومي قد انتهى أو يكاد. اليوم المعطيات على الأرض 80% من الثانويات سكرت، ما في مجال كان لأنهم يعلموا، لأنه راحوا الأساتذة وقعوا ونزلوا على الاعتصام. الاعتصام اللي صار اليوم له مؤشر كتير مهم أنا كمتابع تربوي، للمرة الأولى بيصير في هيدا الحشد الكبير من أساتذة معترضين، يعني بخلال يومين دعوا للاعتصام ونزل هالقد عدد كبير. هيدي وزارة الترهيب هيك بعتبرها. هؤلاء الذين يقال إنهم يصنعون أجيال المستقبل يؤكدون بأنهم لن يرضوا أن تحولهم السلطات إلى عنوان لتتسول بذريعته من الدول المانحة، في حين أن رواتبهم لا تكفيهم خبزا وصناديقهم لا تغطي استشفاء أو طبابة. وزارة التربية تراقب عن بعد، الأساتذة يتظاهرون في الشوارع ويغيب عن المشهد عشرات آلاف الطلاب الذين بات من المؤكد أنهم خسروا عاما تعليميا جديدا يضاف إلى الأعوام الأربعة الماضية. فالتعليم في هذه البلاد بات محصورا بالميسورين فقط، أو من استطاع تسديد الأقساط للمدارس الخاصة. دارين حلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.